مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي برنامج ست الدار، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. ست الدار اللي معانا النهارده نموذج مختلف، نموذج لست دار مصريه ريفيه ما تعرفش الياس، ما تعرفش المستحيل، ما تعرفش الفقر، كمان ما تعرفش الحزن من لحظه ما قابلناها والابتسامه ما بتفرقش وشها، كمان محبوبه جدا 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 في بلدها. من داخل محافظه الشرقيه وتحديدا من قريه الديدمون معانا النهارده الحاجه امال. تعالوا نشوف حكايتها معانا. أمال نموذج مختلف من ست الدار المصرية، من قرية الديدمون محافظة الشرقية معانا أمال، نموذج لا يعرف اليأس، لا يعرف الفقر، لا يعرف المستحيل، نموذج لست الدار المكافحة. بدأت هي وجوزها من ولا حاجة وبقت كل حاجة، بدأت بوزة وبطة وبقت صاحبة أكبر ثروة داجنة في الديدمون، بدأت مشروع بسيط قوي، وزة جت لها هدية وعملت بيها مشروع كبير وبقت صاحبة أكبر ثروة، بتبيع دلوقتي وز وبط بالألفات. معرفتش يعني إيه فقر، ما استسلمتش، فقدت ثلاثة من ولادها وبرضو كملت مشوارها. ست دار تبص في وشها السعادة ما بتفرقوش، الابتسامة ما بتفرقش وشها برغم كل الأحزان اللي مرت بيها، نموذج للرضا للفناء للعطاء للحب للتفاني. واحنا قاعدين مع الحاجة أمال عايزينها تاخدنا في رحلة تبتدي من أول حكايتها. حاجة أمال في البداية خالص عايز أعرف، أنت من نفس القرية، من هنا من قرية الديدمون؟ آه. اتولدتي هنا؟ اه مولوده في الديدمون. واتعلمتي ولا ما اتعلمتيش؟ لا مش متعلمة. اتجوزتي عندك كام سنة؟ 18 سنة. 18 سنة. آه. كان جارك ولا جواز ولا قريبك؟ لا قريب، ابن عم ابويا. ابن عم والد حضرتك. قولي لي بقى، احكي لي اتجوزتوا ازاي؟ كان لي جد اسمه الحاج عطية الله يرحمه، فقال لابويا انا عايز بنتك لابن اخوي. فهي جابوا الفتحة وجاب لي شبكة وكده وقعدنا شهر مخطوبين وبعد كده اتجوزنا. اتجوزتوا. احنا واحنا قبل الحلقه قلتي لي ان انت قعدتي فتره الاول بدون انجاب. لا انا قعدت شهرين بس وربنا كرمني بحمل. شهرين وربنا رزقك بالحمل. اه بس كملت وربنا مش في نصيبي، ولدت والطفله ميت. بقدام لله. ثلاث مرات كده يعني. قعدتي ثلاث مرات ورا بعض؟ ثلاث مرات احمل واولد والعيل يموت. يموت وهو بتولد ولا بعد الولاده على طول؟ بعد واحده حادث ولاده، واحده قعدت شهرين اديتها تطعيم في الوحده الصحيه، في جت ماتت ثاني يوم. اول خلفه ليا اديتها تطعيم الشهرين كان وجت ماتت ثاني يوم على طول. والتانيين بقى حادث ولاده، اولد واجي البيت عند الدكتور ومشي عند الدكتور شهر بشهر ومش في نصيب واجي الاقي العيله ميت. هم اكيد هيكونوا ليكي في الجنه، الثلاث بنات هيستنوكي في الجنه انت وباباهم، وربنا يعوضك خير يا رب. والحمد لله يتجوز وربنا رزقني بلبنى ومحمد، محمد في ثانيه زراعه ولبنى رايحه اولى اعدادي، والحمد لله على كده يعني. الحمد لله رضا. الحمد لله. اللهم صل على النبي. احنا اتجوزنا وربنا رضانا برضو بالثلاث عيال اللي قالت عليهم والوليه معايا برضو. اللهم صل على النبي. بتربي طير بعيني بحوالي 12,000 جنيه طير، وعلمت اخواتي معايا خمسه وجوزتهم واخدين كليات وعلام عالي. واللهم صل على النبي. احنا زارعين ومبسوطين برضه، وحدانا ذره وحدانا رز وربطنا اربع جاموسات بنعمل منهم خير والحمد لله. حاجة امال انا عايزاكي بقى تبتدي تحكي لي قصه كفاحك كست دار. انا عارفه ان انت جوزك مسؤول عنك وعن الاولاد وعن اخواته البنات. جوزي في المطار، انا جوزي دي وحيد على خمس بنات ما شاء الله، وكنت متجوزه هم صغار، اكبر واحده كانت جد كده.
وكلهم صغار، علمناهم تعليم مؤهلات عالية، وما قد اشتغل معاه في الغيط ونحصل ونخبز عيش في الفرن ومكافة ونحلب بهايم وكذا. يعني انت من اول ما تجوزتي وانت شغالة معاه ايدك بايده؟ ايدي بايده، ايدي بايده، كتف الكتف على طول، قصيدة، اتصرح على البهايم، حشيش للبهايم، شغل في الغيط وفي البيت كله يعني، الحمد لله. أظن لما يكون جوزك مسؤول عن بنات إخواته دي حاجة بتخليه كبير قوي في نظرك وبتحسسك، طبعا هو راجل جدا، والله يا ربنا يخليهم لهم يا رب. الحمد لله كلهم بدعوا له والله. أنا من ساعة ما دخلت برضو إخواته البنات قابلوني وقالوا لي كتير قوي عنه، كلموني عنه كتير. ده فرحك ولا خلاكي خايفة؟ لا أنا فرحانة بصراحة إن هم بيحبوني، أنا فرحانة، أولاني لو عييت بيجوا كلهم ليا والله. لا أنا بتكلم على بداية حياتك معاه، ما حسيتيش إن في مسؤولية كبيرة في رقبته وإن ده هيأثر عليكي أو على بيتك؟ لا اعتبرهم زي إخواتي، مش في فرق يعني. صرنا قرابوا زي إخواتي، علمتهم وكافحت معاهم وعلمناهم وجوزناهم وجهزناهم أحلى جهاز والله. والحمد لله يعني مستورة وكده. أنا سنية أخت عوض، مرات اللي واخد أمال. أمال دخل علينا واني في تاني إعدادي، ربتنا وساعدتنا مع أمي ومع أبويا الله يرحمهم، موصلتنا إحنا الخمس بنات لشهادات عالية. أنا حاصة على صنصة أداب لغة عربية ومعايا تربوي ومدرسة ابتدائي، وهي أصلا من يوم ما إجت بيتنا وهي زي أختنا بالظبط. اليوم اللي معايا مش معاها بند مع بعضينا، باكل معاها وبشرب معاها زي أخت وأغلى من أختي. هي معانا يعني بنعملها معاملة ربنا اللي يعلم يعني، بنشتغل مع بعضينا، بنروح نجمع مع بعض، بنقشر ردرة مع بعض، بننام على الرز مع بعض أيام الإراد. وهي موالية مكافحة يعني، هي في السوق بتبيع طير بتشتري، بنشتغل مع بعض، حدها طير بتبيع وحدها قشطة بتبيعها، لبن بتبيعها. المهم يعني مش محسسة جوزها اللي هو يعني مش موظف، مش حساساته اللي قلت الفلوس معايا، على طول كانت قدامنا على طول يعني. أنا اسمي منى عبد المنعم علي مرسي، واخدة معهد فن تجاري، وأخت عوض تبقى مراته أمال، مرت أخويا يعني، كنا بنعتبرها أخت إنا كبيرة يعني. يعني كانت متجوزة داخلة علينا وإحنا صغار لسه في مراحل صغيرة يعني، فاعتبرناها زي أختنا الكبيرة. و والحمد لله يعني تعب مع ابويا في تربيتنا وكان بيكافح معايا يعني، الحمد لله لما وصلنا في المراتب ديت علمنا وجوزنا والحمد لله يعني. عارفه ان انت نموذج للست اللي ما تعرفش الياس، نموذج لست الدار اللي ما تعرفش يعني ايه فقر ولا يعني ايه استسلام ولا يعني ايه ياس. انا عايزاكي تحكي لي ابتديتي ازاي مشروعك بالنسبه للبط والوز. البط والوز اول ما بديت كان عندي وزه واحده. بديتي مشروعك بوزه واحده. وزه واحده ان شاء الله، فربنا كرمني وباضت 10 ما شاء الله، وطلعتهم العشرة، ربيت منهم بقى، كسرت منهم وز تاني 4 وذكر وبيبيضوا بقى في السنة 3 طبتن، كل بطن 15 وز ما شاء الله، وبيطلعوا الحمد لله وبربي ما شاء الله. يعني انت ابتديتي بوزة واحدة ودلوقتي انت ما شاء الله عندك مشروع. عندي خمس نتي بيبيضوا وذكر معاهم، وعندي خمس نتي بط برضه وبيبيضوا، بطة بتبيض 15 19 بيضة وبتطلعهم والحمد لله. وعندي حمام وعندي وز وعندي بط، يعني انت ابتديتي مشروع ثروه داجنه بحاجه بسيطه خالص، وزه وبط ودلوقتي ما شاء الله عندي وزه واحده وبطه والله، والحمد لله ربنا كرمني فيهم، وارسلها وتبيض وتنام وتبيض وتطلع البيض واربيه
واكسر منه وربي منه واكسر منه وربي وكده يعني. وبيع ببيع انا الوزه ب 100 جنيه ما شاء الله. وذكر البط بربي وبيع برضه بط بلدي حلو كبير اللي ذكر ب 100 جنيه ما شاء الله. واجيب لهم واكل واجيب لهم واكل واصرف على البيت وعلى الغيط. لا انا عايزه اقف هنا بقى وعايزاكي تحكي لي تفاصيل الموضوع، ازاي ابتديتي مشروع بوزه وبطه وبقيتي من اكتر الناس اللي بتسوق الوز والبط في البلد وبقى عندك ثروه داجنه؟ انا عايزه يعني عايزه كل ست ضرب تتفرج علينا تعرف ان انت ابتديتي باقل حاجه ودلوقتي ما شاء الله ربنا كرمك فيه. وزه من عند الباشمهندس عم الحاج عاطف، يعني كانت جايه لك هديه كمان. فبعت لي وزتين وذكر، فطلعوا ذكرين وطلعت انتين، ذبحت الذكر وخليت الوزه والانتين، الذكر والانتين. فربنا كرمني بقى الوزه دي بيضت، اول ما بيضت 10 وطلعت ال 10 بيضات 10 وزين ما شاء الله. ربيتهم انا ورجعت تاني بيضت تاني 15 وربيته، فصارت بقى بقيت اللي يكبر اكثر منه اخليه يبيض وربي ويبيض ويطلع وابيع وكده يعني. طيب بس معروف ان الوز والبط بياكل كتير، بياكل. ما انا ببيع بقى من نفس الطير واجيب له ابيع، يعني انت بتبيعي وتدخلي الفلوس في الاكل. اجيب له علف، اجيب له علف بيدي، خلطه رده، لشيشه عاديه. طب مش يعني اكتر حاجه صعبه في الفلوس او انها تجيب فلوس الحاجه اللي فيها روح لانها بتبقى بايد ربنا سبحانه وتعالى، مش زي الحاجه العاديه، يعني مش تجاره عاديه بضاعه وبتتباع، دي حاجه فيها روح. دي حاجه فيها روح صح، واكيد ربنا بيكرمك فيها وبيكرم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طب لو في دلوقتي ست فلاحه بسيطه بتتفرج علينا، تنصحيها تعمل نفس الموضوع ولا تنصحيها بمشروع تاني؟ لا انصحها تعمل نفس الموضوع، رب وزه وربنا يعشاها منها وربنا تفتح البيت يعني، ربيها وتطلع وتربي وتبيض تاني وتطلع وكده يعني. امال عايزاكي شويه تكلميني عن ولادك. عن ولادي؟ قلت لي عندك لبنى؟ عندي لبنى. سنه كام؟ راح اقول عديد ما شاء الله. بس راح اقول السنه ان شاء الله. ومين كمان؟ ومحمد فولا راح تاني زراعه ان شاء الله. تانيه ثانوي زراعه ولا؟ زراعه لا دبلوم. دبلوم زراعه؟ دبلوم زراعه. ربنا يوفقه يا رب. عشان اشتغل مع ابوه ما ذكرش، كان هو حلو مناسب ومجموعه حلو في ثالثه اعدادي فراح الغيط وما ذكرش، يعني جاب مجموعه يعني دخله ثانوي ولا دخله زي عمته علام عالي كده. عمته كلهم بسم الله ما شاء الله متعلمين تعليم مؤهلات عليا كلها. ما شاء الله. خمس بنات ومتعلمين تعليم عالي كلها مؤهلات عليا. ما شاء الله. طب هو ليه ما فكرش يتعلم تعليم عالي، او انت ليه ما دخلتيهوش سنة؟ لا اشتغل معانا في الغربية، نقول له تعالى اشتغل معانا وما جايش. مرة راح لدروسه مش جانا المغرب، زعقني له احنا برضه. زعقني عشان راح الدرس ما جاش الا المغرب. عشان احنا عايزينه معانا. ربنا يخليه لك، هو سندك وسند بابا وربنا يخليه لكم. الحمد لله. الحمد لله. طب انت الابتسامه يا امال ما بتفرقش وشك، بس ده مش معناه ان انت سعيده، ممكن يكون مر بيكي حاجات كتير حزين. الحمد لله. اصعب موقف مر عليكي؟ بس موقف مرت عليه متعيل متعيل بصراحة، حزينة حزن الحمد لله ولا بعد ولا بعد. ده لو مش متعيل يدل كان زمن الواحد أحسن من كده كتير والله. ثلاثة عيال الحمد لله، ثلاثة وأروح عند الدكتور شهر بشهر وأخذ علاج وأنام على ظهر 4 شهور والحمد لله. يجي العيلة تموت كده الواحد بقى يزعل الجو يتأثر. ما نقدرش نقول غير انا لله وانا اليه راجعون. الحمد لله الحمد لله. ربنا خلينا لبنى ومحمد رضا، ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليهم رضا الحمد لله الحمد لله. قولي لي امال والدتك موجوده؟ والدتي موجوده. ووالدك؟ والدي بيساعدوكي في حاجه ولا انت منفصله تماما عنهم؟ لا هم يعني ابن عيي وانا عييت نزول كده بيودونا ودونا، يعني مجرد زيارات اجتماعيه عاديه. مش لكن مش مساعده معيشيه. لا طيب نتكلم شويه بقى عن اخوات زوجك. انا شايفه ان انت بتتعاملي معاهم كاختهم الكبيره ومرات اخوهم. ده بيقولوا اختنا الكبيره مش حاسين ولا امهم ماتت قالوا ده امنا واختنا، واحنا جينا البيت فتحنا علينا على امان دي. يعني هم عايشين معاكي هنا في نفس البيت؟ عايشين، كانوا كلهم الخمسه بس اتجوزناهم دلوقتي ما شاء الله. اتجوزناهم الخمسه الحمد لله ما شاء الله. ربنا يقويكي وتقدري تجوزي ولادك كمان يا رب. يا رب. طب كانوا بيساعدوكي وهم معاكي في البيت؟ هم كانوا بيروحوا كليات و ثانوية عامة ودروسة، مش كانوا يعني من مذاكرة للدرس للمدرسة كده يعني. أنا بقيت أسخن وأجيب لها اللي تيجي أحط لها الصينية وأشيل لها مثلا أعمل لها الشاي، أغلي لها اللبن وأجيب لها أسوي لها البيض، وقت أحط الصينية لهم وأشيل والله العظيم. طب ده ما كانش بيضايقك أو بيأثر عليك أو من جواكي ما كنتيش بتحسي إن أنت؟ أنا كنت بحبهم والله، أنا بحبهم صراحة، أنا بحبهم. ربنا يخليكي لهم.
يعني انت كنت بتعملي ده وانت فرحانه بيه؟ اه وانا فرحانه بيه ومبسوطه بيه والله. طب ولما جم يتجوزوا كنت حاسه بايه؟ زعلنا. البيت فضى عليكي بعد؟ زعلنا والله، زعلنا عليهم، بس ربنا يسعدهم ويخلي لهم عيالهم ويخلي لهم جزينهم حلوين. الحمد لله مبسوطين في عيشتهم. الحمد لله. أمال مرت أخويا جاية جربتنا بنت ابن عمة من العيل دخل. أنا كنت في رابعة ابتدائي وإحنا الحمد لله خمس بنات علمتنا مع أمي وأبويا وكفحت معنا وكنا بنزرع مع بعض ونحصد ونشتل والحمد لله. إحنا الخمس بنات اتجوزنا، الصغيرة تربية رياضية والكبيرة كلهم موظفين متعاملين الحمد لله. أمال مش كانت مرت أخويا، أمال كانت أمنا ربتنا وعلمتنا، ومامنا ماتت مش حسينا بيتم الأم، عملت لنا الكات أمنا بتعمله بالظبط، وعوض كذلك برضو نفس الجزء. وعوض كذلك هو مش أخ، هو أب وأخ وكل حاجة في حياتنا، ربتنا وعلمتنا والحنية بتاعت أمنا ادتهالنا وادتها لعيالنا، وبندخل البيت كأنها أمنا، مش حسستنا أنها مرت أخو في يوم من الأيام يعني. بتنصحي كل واحدة فيهم بإيه؟ أكيد ممكن يحصل مشكلة بينها وبين جوزها زي أي بيت وبترجع لك تاني. أقولها خليكي في بيتك، الواحدة مش لها تطلع من البيت، الواحدة مش لها لبيتها وجوزها وعيالها. مهما تحصل الظروف بيت الواحدة أبقولها، أبقولها من بيت أمها وأبوها وأخوها وكل حاجة. طب قولي لي أمال، لما اتوفى عندك الثلاث أولاد في الثلاث بنات في الأول، أكيد في ناس كتير في الريف المصري نصحوا جوزك إن هو يتجوز وإن أنت ما بيعيشلكيش عيال زي أي حد. هو ما فكرش يتجوز؟ لا 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 والله ما فكر يتجوز. بس في حد نصحه النصيحه دي؟ ناس كثيره قالوا، امي بقى تقول هو امه كان عيلها بيموتوا، كانت حماتي يعني في اول خلفتها بقى عيلها تموت في الاول كده زي عمت كده. فامي قالت مش تزعلي يا بنت، ده امه كانت كده، وده دي حاجه بتاعت ربنا يا امه يا ورثه، والله دي حاجه بتاعت ربنا. ما هو جايب والده وجايب البيت على دراعين، امه تقول هات اشيلها يقول لا امكوش على كده والله. أخته تقول أشوفها يعوض، حماتي تقول هات البيت يا ابني ما نشوف، مكوش عليها في حجره كده. فعمتي متجوزة ريحي كده، أحدنا واحد بيبيع عيش وطعمية الصبح بيجي يصف، فدلت بتقول يو أنت ولدت يا بنتي الكلمة مش تقولي لي مش تقولي لي أجي معاكي. قلت والله يا عم ولدت في الليل بس شوفوا لي البيت دي كده. خدناه ونومة ريحي، وبعدين بصت في البيت قالت يا لهوي يا أمال ده بنتك ميتة. أه والله على طول كده، زي ما كنت جبت السكينه وجزيتها في قلبي كده زعلت. وانا لسه جاده مش كملنا ساعتين جوا القران الفجر بكره من عند الدكتور والله. ليه؟ دور البيت بقى صرف وحريقه والحمد لله. الحمد لله. طب والولاده الثانيه؟ والحمد لله ربنا رضينا يا ست والحمد لله، واحنا مبسوطين والحمد لله. الحمد لله. هو تكفي الدنيا كلها، الناس بتحبنا وتحب جوزي وحلوين ده، ومحدش بيقول علينا. البلد كلها بتحبكم. البنات وجيراني والله، وكل اسال الحته دي كلها محدش بيقول امل شيء. طب في حملك الثاني امال، كنت خايفه وانت حامل تعرفي الناس انك حامل؟ لا عادي، كنت احمل عادي واروح للدكتور عادي والله. برضه مفيش مشكلة. وولدتي وجيتي وعاشت عشر شهور. ومولد ميلاد طبيعي عادي عند الدكتور. سبحان الله. ميلاد طبيعي. الولادة الثانية عاشت شهرين لغاية عاشت شهرين اه. رحت اديتها حقنة قلنا التطعيم. يبقى اجت روح وديتها لدكتور بقى تصوت كده وجسمها ازرق وتعيط نازلة عيط عيط. اه. فادانا علاج لها، اجى المغرب كنا بنخبز. حماتي كانت بتخبز وانا بجرس عليها وعوض شيء للبيت. اجى قال تعالى شوفوا البيت يما، قال ده البنت ماتت. سيبنا العجين وقمنا والله. لا اله الا الله. بنشيلها على كتفه والله، بنشيلها واحنا بنخبز. لا اله الا الله. والثالثه؟ والثالثه بقى ولدتها وجيت من عند الدكتور شفطها مني بين شفاط ربنا يعلم بيه الله يحنن عليه. كان قال ودوها الحضانه ودوها اي مستشفى. فولدت وقال جمعتنا قالوا يلا عشان نروح الحته سقعه هنا. وجابت ثانيه عربيه اخت جوزي وجينا في العربيه وعوض شايل البيت في حد. يا ابني هات البيت، يقول لهم هاتوا البيت نشوفها. كل اللي في البيت مش راضي يسيبها من حجره يعني لحد. لما اجت عمتي ديت بقول لها شوفوا البيت دي يا عمه كده نايمه. قام قالت لي البيت دي ميته يعني. نفس النظام. يعني انت اتوجعتي ثلاث مرات؟ ثلاث مرات ورا بعض. الحمد لله، ورا سقطت مرتين ولا ثلاثه والله. لا اله الا الله.
بقى شغلنا كثير واشتغل في الغيط واجا سقط اجمع احصل. كان تسقط من 14 عمل عمل التفريغ وكده الحمد لله. يعني الواحد مر بظروف الحمد لله ربنا خلينا العالمين وجه محمد ولبنى. ربنا يخلي لك محمد ولبنى ويعوضك فيهم خير يا رب يا رب، وتشوفي خلفهم ويملوا عليك البيت ويعوضك باخوات عوض حلوين وولادهم يملوا عليك البيت. حلوين والله كلهم ولا بيسيبونا هنا والله كلهم بيجونا بصراحه ولا اي حاجه بناكل سوا. يعني اللي واخد متجوزه ريحنا طول الشهر رمضان نفطر سوا انا وهي. اقول لها مش تطبخ تعالى نطبخ هنفطر سوا. هي طبخه تجيب الطبخ وتقول مش تطبخ يا امل احنا هنفطر مع فلان. حلوين في بعض جو والله الحمد لله. والحمد لله والله جاب لهم كل البلح يا ابله والله جاب لهم فطره بس 1200 جنيه ما شاء الله. ربنا يعوضك خير يا رب. وقتها جايب كيلو البلح ب 25 جنيه والله. ابويا جاب حق بس مش جاب زي اللي انا جايبه. طب يعني انت باباك جايب لك بس انا جايبه احسن برضه جايبه الاحسن. ما هو الاحسن بيجيب الاحسن. والله جايبه الاحسن والاغلى والانظف الحمد لله. طب قولي لي يا امال انت وعملت لهم كعك العيد كلهم الخمس بنات هنا بسوا واعمل لكل واحده يوم يوم معايا هنا تعمل لهم كحك وتسووا لهم في العيد. اه والله اعمله لهم هم هنا الخمس بنات اعجنوا واعملوا واسوي في الفرن على الشوار. طب قولي لي بقى يا امال ايه الحاجه اللي انت كان نفسك تحققيها وما حققتيهاش؟ كان عندي ربنا كان يرزقني بولدين كده يعني ابو حلوين والحمد لله ربنا خلينا محمد. ربنا يخلي لك محمد ولد زي 10 المهم ربنا يبارك فيه ويهديه للطريق المستقيم يا رب. الحمد لله. طيب ايه الحاجه اللي كنت متخيله انها مش ممكن تتحقق وربنا حققها لك؟ ربنا حقق لنا يا ستي. ربنا كنا زارعين في عزبه ملاشين عند واحد اسمه الحاج كيم نبقى نجمع الفجر الظهر على الدروس نشيل وننول الدروس. فالدراسة بتيجي تدرس مش خلي ولا نفر يجي الغيط احنا اللي نشيل وننول الدروس. انا واخواتي ونسوان اخواتي وعوض وكان اللي بنخط معنا هنا وندرس الغيط 16 في الدروس بقينا ندرس. الحمد لله ربنا كرمنا بعمل الباشمهندس الحاج عاطف نعمه والحمد لله. ربنا ما يحرمنا منه ويطول لنا عمره يا رب يا رب يطول لنا عمره 100 سنه كمان. الحمد لله جابنا هنا وانبسطنا والحمد لله. جيتوا هنا ف اه استقرينا معاه في زرعته ان شاء الله وحلو جو ان شاء الله ربنا وحلو فينا ربنا يخليه. يعني بحبه غالي عليا جو حياته. هو بيعزك قوي يا امال والله هو جوه. بيعزك انت والحاج عوض والله عندي اغلى من ابويا بتكلم الصراحه. ربنا يخليكم لبعض. طب امال انا عايزه قبل ما اختم حلقتي عايزه نصيحه منك لكل ست دار بتتفرج علينا دلوقتي. لكل ست بيت تعمل زي ما انا عملت ربنا يرزقها تجيب وزه وتربي وتخبز عيش وببيع لبن وببيع جبنه وببيع زبده وعندي بين بحلبها والحمد لله وبابا وبوفر وببيع. بعمل يعني كل الزبده. تعمل كل حاجه ما تيأسش. لا مش تشتري حاجه من بره مش بشتري من بره لاكل الطير. وببيع طير واجيب واكل اله منه فيه يعني الحمد لله. الحمد لله. وبخبز عيش وبعمل كل حاجه. الحمد لله بخبز عيش في الفرن في الليل. الحمد لله. في نهايه لقائي بشكرك يا امال يا رب يخليك وبشكرك على حسن الاستضافه. استاذ نبيل يا رب يخليك. الله يخليك استاذ نبيل. أقول لها ربنا يجزاك الخير ويطول لنا في عمرها ويخليها لنا ويخلي لها عيالها ويسترها معها في الدنيا وفي الآخرة. أشكرها على تعبها وشقاها معايا وتربيتها في إخواتي معايا وتعبت معايا وساعدتني والولا مش بتسيب لي يعني أي مكان في الغيط معايا في البيت معايا. ربنا يجزيكي خير ويكفاكي في صحتك ويسعدك بعيالك وتفرحي بيه. كل سنة وهي طيبة ونجازيها يعني أمي ماتت ومش اعتبرنا أمي ماتت يعني كنا بنخش البيت كأنها أمي وبنجيب لها عيد الأم كأنها أمي ونجازها كل خير وربنا يكرمها في عيالها يا رب. كتر خيرها وربنا يبارك لها في عيالها وعقبال ما تشوف لابنها الصغيرة ومحمد متعلمين وربنا يخلي عوض أخونا الوحداني ويعينه عليه.
اتمنى لها كل خير، ربنا يسعدها ويخلي لها ابنها وتفرح بيه. اتمنى لها الصحة والستر احلى من اي حاجة في الدنيا. ربنا يطول لها في عمرها وتدينا فتح البيت ونخش عليها يا رب. اتمنى لها حياة سعيدة وربنا يكرمها في ذريتها. اتمنى لها تطلع عمرها. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي برنامج ست الدار، النموذج اللي كان معانا النهارده لابتسامة ما بتفرقش خياله، نموذج ما يعرفش الفقر، ما يعرفش اليأس، ما يعرفش المستحيل، فقدت ثلاثة من بناتها والابتسامة ما فرقتش خيالها، عاشت حياة مش كتير ممكن يتحملها وبرضه الابتسامة ما فرقتش خيالها، اشتغلت أجارية في الأرض مع جوزها إيدها بإيده والابتسامة ما فرقتش وشها. أعزائي المشاهدين، أتمنى أن احنا ناخد النموذج ده ونحتذى به في كل مكان. أتمنى أن كل ست دار بتتفرج علينا تتعلم أن مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها يأس، ومفيش حاجة اسمها عيب. المكسب بالحلال مش عيب، إيدي بإيد جوزي مش عيب، أربي ولادي بأي طريقة طالما صح وعارفين ربنا مش عيب، أساعد كل محتاج مش عيب، أحب الناس اللي حواليا هيحبوني. حبت إخوات جوزها واعتبرتهم إخواتها، بيتها مفتوح وكل أهل البلد بيحبوها. ست، كل ست دار بتتفرج علينا، أتمنى تاخدي الحب سلاحك والعزيمة سلاح علشان تقدري توصلي ببيتك وجوزك وولادك لبر الأمان. مشاهدينا في كل مكان، استنونا الأسبوع الجاي في برنامجكم ست الدار.